بالنسبة للمسافر إذا قام في بلد هم جماعة ثلاثة تجب عليهم الصلاة في المسجد؟ هنا الجماعة إذا أقاموا في بلد تجب عليهم صلاة الجماعة إلا إذا كان المسجد بعيدا عنهم. أقاموا يوم أو يومين؟ نعم أقاموا يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين تجب عليهم. فإنها تجب عليهم الجماعة إلا إذا شق عليهم هذا. إذا شق عليهم هذا صلوا وحدهم في مكانهم.